everything is in continuous communication. Bonjour, Siham Daghouri. أنا الأورغانيزاتور ديال هاد ليفينمون. ليستواغ كومون أنا فكرت نجيب دكتور جيوفاني بونفانتي. أفون شي دو زون تلاقيت أنا وياه في مدينة جدة المملكة العربية السعودية، كان عندي دي دولوغ في الظهر ديالي وتلاقيت أنا وياه، مشيت عندو كان كيدير واحد الفورماسيون، مشيت درت عندو واحد التريتمون إي سا باس بيان تخي بيان. فاش تما ديسكوتينا هضرنا على انه ممكن، عرضت عليه ان نديرو بروغرام في المغرب، وافق، ومن ديك الساعه قررنا انه نديرو البروغرام في المغرب لاول مره. فوالا، من اول ما درنا انونس او ماروك انه دكتور جيوفاني بونفانتي غادي يدير فورماسيون في المغرب، جونا الناس بزاف اللي هما ديجا كيعرفوا وديجا باغيين يحضروا عندهم، مي هو كان توجور لي زانفورماسيون ديالو ما كيكونوش هنا في المغرب، كيكونوا في اوروب، كيكونوا في ميدل ايست، كيكونوا في الامريك. الوغ هذه كانت اول مره غادي يجي للمغرب، الناس ديجا كيعرفوه وباغين يحضروا عنده، مي ما عندهمش لي مويان باش يقدروا يتبعوه فين ما غادي يكون. الوغ فاش عرفوا انه هو كاين هنايا ديجا غادي يجي يقري، يعني محتاجيناش ان نديروا انونس كبير. اون فوا قلنا راه دكتور جيوفاني غادي يجي، كانت الناس جات تقيدات باش تحضر. فكانت الفورماسيون كانت بالنسبه لينا ك بروميير فوا كانت ناجحه اكثر من التوقعات اللي حنايا كنا حاطينها. جميل. اذا بعد نجاح هذه التجربه واش غتعاودوها مره اخرى؟ بيان سور غادي نعاودوها افيك دكتور جيوفاني، غادي نعاودوها افيك دي زوتغ فورماتور. كاين واحد الكيستيون نتوما سولتوه با مال فوا، انه واش الناس اللي كيقراو هنا معنا هاد الفورماسيون واش يقدروا يحلوا دي كابيني بهاد الدبلوم ديال اي تروست اكاديمي. بيان سور الناس اللي هما يا ديجا كاينين في هاد لا سال اللي كيقراو هما ديجا دي كيني، دي فيزيوثيرابي، دي دكتور، الوغ هما ديجا عندهم القدره انهم يحلوا دي كابيني، وديجا هما كلهم عندهم دي كابيني هنايا. حنا في هاد الفورماسيون ما مدخلينش الناس من برا، الناس عاديين، حنا مدخلين الناس ديال الدومين كيقراو. والشرط الاول باش شي واحد يجي يقرا عندنا في هاد الفورماسيون خاصو يكون كيني، خاصو يكون في الدومين، وخاصو يورينا الدبلوم ديالو باش يقدر يجي يتقيد معنا ويقرا. فوالا. كونتر انديكيشنز تايب اوف بين